تثمينا لجهوده الإنسانية ولتجسيد مكانة اليتيم وأهمية رعايته في المجتمع، قامت أكاديمية السلام الألمانية احتفالية خصصت لأيتام العراق، كرمت خلالها سفير الطفل العراقي بشهادة الدكتورة الفخرية. احتفالية إنسانية للأيتام، كرم بها سفير الطفولة ومن هم ذو صلة برعاية الأيتام من قبل أكاديمية السلام الألمانية. من المؤسف أن يكون الثناء والتكريم لهذه الشخصيات من جهات خارجية لم تحتضنها أي جهات حكومية. هذا ما وصفه ذوي المؤسسات الإنسانية. هذه الخدمة للطفولة 30 عام، كنا نتأمل أنه التكريم من بلدنا، من ناسنا، يعني من حكومتنا بالتحديد. الناس لا، الناس يعني ما شاء الله العراقيين شالوا لي هذا، شالوا لي بلقب سفير الطفولة العراقية. الشيء اللي نريده احنا ونطلبه من حكومتنا، من مسؤولينا، نريد نشرع قانون اليتيم. اللي قانون اليتيم عندنا الايتام حاليا تدور الدولة بعد ال 18 سنة اليتيم راح يظهر يصير بالشارع. ما إلى أي معيل اللي ما عنده عائلة سواء البنات أو الولد، فأني منا أناشد بهذا الموضوع أنه يكون لهم ملجأ بعد ال 18 سنة. هي الحكومة نقولها بصراحة هي ما تدعم، يعني إحنا صار لنا سنة وناشدنا ما أحد دعم. فالحكومة يا ريت، ومو بس حالي هذا، حال كل المؤسسات. وجوه فقدت قطعة من قلبها، الأب سندها في الحياة. أيتاما باتوا في كهوف هذه الحياة تائهين، لا يملكون من يقف جنبهم في السراء والضراء، يبحثون عن بسمة أمل زرعت بفعاليات طفولية لهم. معظمهم هاجروا المدارس، كانت لهم أمنيات قد تتحقق بدعم حكومي أو قد تهمل وتذهب كسراب بعيدا عن أحلامهم. من أنت تسميه؟ هنا دكتور. دكتور جيش عمود اخويا، واحد عاوز دحوشير، واحد من قلب الخيارة دحوشير قاتلهم. وهكذا تستمر حياة اليتيم، فهو تحت أمر واقع لا مأوى ولا سند له. أيام وسنين طوال ستكون أمامهم، ستتحقق أحلامهم بلمعة الأمل التي تسكن عيونهم. وبالرغم من مرارة اليتيم التي لا يمكن أن تزول، لكن الاحتفال بهم يبقى أسمى جهدا لتكريم وجودهم في الحياة. من بغداد، ضحى عنبر، الرشيد.